الكل بالأكاديمية بيعتبروا أنه ريم شخص مميز جدا، عنده صفات حلوة بتقرب الناس إلها. ريم شخصية كتير قريبة من القلب، ريم مثل أختي، كتير كتير برتاح لها. هي أقرب شخص لي في الأكاديمية، محبوبة من كل الأكاديمية، روحها خفيفة، قعدتها حلوة كما نقوله بالتونسي. شخصية ريم بتتميز بطيبة قلبها، فهي بتتعاطف مع الجميع، اجتماعية وضحكتها الدايمة ما بتفارق وجهها. رغم نضوجها بتتصرف أوقات مثل الطفل المدلل. يا لابي البلور ما بدي شوفها تبكي لابي. تحب ديما الضحك واللعب. عندها ديناميكية في طبعها وعندها الخلق، عندها خيال واسع. وهيك تعرفنا على ريم اللي فرجتنا شخصيتها المهضومة. There's a blade by the bed and a phone in my hand.